اسمك انت حار اسمك؟ طيب مسافر منين جيت انت؟ فوشير. من فوشينا. وباش تتبرع فلسطين؟ نعم. ايه قداش باش تتبرع؟ بزوز مليم. يعطيك الصحة. وش كنت باش تعمل بهم انت زوز مليم؟ مش نمشي بهم نعمل بهم عمرة. وباش نعطيهم تاع فلسطين؟ باش نعطيهم لفلسطين. معناها بجلت فلسطين على العمر. نبجل فلسطين على العمر. ان شاء الله ربي يبارك لك يا بابا وان شاء الله في ميزان حسناتك. ان شاء الله يرحم والدي. وان شاء الله تتحرر فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله. ربي ان شاء الله يجعل ماضونا ان شاء الله بيه ان شاء الله يتحلوا على فلسطين وياخذوا استقلال نتاعهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك. يعني يرجعني يا كذا البنات الصغار والاولاد الصغار ونسيها يعلم بهم ربي مجرحه وكذا تحت الحيوط. معقول هو حرقه لها الفلوس لكن انا مش نبغض مسلمين معايا. ربي هو يعاونني. والله ربي هو اللي يعاونني. ربي نعطيها اعطيتهم لله سبحانه وتعالى. هو قدر فعال على كل أي مخلوق. ما لنسي غير يعلم بها ربي فهمت كيفاش. وانا يخملها ما لها المحارك. شلي بيه. وزام مش نعمل عمرة أخرى شوي قلت له. نعطي من فلسطين. والله عندي جمعة وأنا فهمت من بيت من القدس ونخم وين مش نديهم كيف مش نبع.